اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. وانا بعزز جدا طبعا عن التاخير اللي انا اتاخرته، بس ان شاء الله مش هتاخر تاني عليكم. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن هرم الملك ساحورع. لما نتكلم عن الاكتشافات والاعمال التنقيبيه اللي تمت على هرم الملك ساحورع، بدات في نص القرن التاسع عشر الميلادي عن طريق العالمين جول شاربرلينج وكارل ريتشارد ريسبوس عن هرم الملك ساحورع. هرم الملك ساحورع كان في قائمة العالم كارل ريتشارد تحت رقم 28. رغم الاكتشافات والاعمال اللي عملها الدكتور كارل والدكتور جول، الا ان الاعمال دي كانت سطحية جدا وما تمتش عمليات حفر فعلية في الوقت ده، بسبب ان العالم كارل والعالم جول معرفوش يعملوا اعمال حفر حقيقية وفعلية. ده كان بيرجع لان الهرم كان شبه منهار تماما. وبعد سنين من اكتشافات الدكتور جون والدكتور كارل، قدر الدكتور جاك دي مورجن ان هو يدخل الهرم بالفعل، بس ما عملش اكتشافات تذكر زي اللي عملها الدكتور جون والدكتور كارل. وبسبب اهميه هرم الملك ساحورع في التاريخ المصري، قدر العالم لودفيج بوشاردت ان هو يدخل الهرم ده ويعمل حفر واسع النطاق حوالين منطقه هرم الملك ساحورع، وقدر بالفعل ان هو يعمل اكتشافات جيده في المنطقه. وقدر العالم لودفيج ان هو يكتشف المعبد الاثري بالكامل، ونشر اكتشافاته في مجلدين وكان عنوانهم المقبره الاثريه للملك ساحورع، وده كان بين سنه 1902 و1908. ووقت الاكتشافات دي قدر العالم لودفيج ان هو يكتشف عتب. العتب ده كان بشكل جيد جدا وكان موجود في المعبد العالي. وقدر برضو ان هو يكتشف مجموعه من الاعمده اسمها الاعمده النخليه، وفي مجموعه من الاعمده دي ارسلها العالم لودفيج لالمانيا زي ما كانت العاده في الوقت ده. باقي الاعمده فضلت في مصر، ده بالاضافه الى ان الاعمده اللي ارسلوها لالمانيا عرضوها في المتحف المصري في برلين. من الواضح ان الاعمده دي ما قدرتش المانيا انها تعرضها في المتحف قبل فتره الثمانينيات، عشان المتحف في الوقت ده كانت مساحته قليله جدا، ده غير ان العالم لودفيج كانت اكتشافاته واسعه وكبيره جدا. وسنه 1994 رممت الحكومه لاول مره هرم الملك ساحورع عشان تحضر منطقه ابو صير عشان يفتحوها امام السياح. وكشفت الاعمال دي عن كتل حجمها كبير جدا، وكانت متزينه برسومات وكانت مدفونه جوه الرمل. في اكتشافات اثريه تانيه كشفوها في منطقه هرم الملك ساحورع، كانت عن طريق فريق بحثي كان رئيسه الدكتور زاهي حواس والدكتور طارق العوض. وكشفوا على 13 لوح من الالواح اللي كانت عليها نقوش ايكونوغرافيه فريده كانت موجوده في الجزء العلوي من الممر اللي ما بين المعبد الجنائزي والمعبد الشمسي. والمنطقة اللي حصلت فيها الاكتشافات دي هي نفس المنطقة اللي حاول الدكتور لودفيج ان هو يعمل فيها اكتشافات، بس المنطقة دي في الوقت ده ما كانتش مرموعة بشكل كامل، عشان كده الدكتور لودفيج ما قدرش ان هو يعمل فيها بحث وتنقيب بشكل كامل. ولما نبدأ في كلامنا عن موقع الهرم، هنقول ان الملك ساحورع اختار منطقة ابو صير بالتحديد عشان يبني فيها مجمعه الجنائزي، وعشان يبني فيها مقبرة مجمعة منطقة ابو صير. واحد من الاسباب اللي خلت الملك ساحورع انه يختار منطقه ابو صير ان المنطقه دي كان موجود فيها المعبد الشمسي الخاص بالملك بوسركاف، وده اللي كلمتكم عنه في الحلقات اللي كنت بتكلم فيها عن تاريخ الملك بوسركاف. ومعبد الشمس الخاص بالملك بوسركاف المسافه بينه وبين المجمع الهرمي الخاص بالملك ساحورع مسافه تقريبا 400 متر في اتجاه الجنوب الشرقي. معظم علماء الآثار الأجانب والمصريين بيقولوا إن في عوامل تانية سببت اختيار الملك ساحورع لمنطقة أبو صير غير العوامل اللي هي كانت تابعة للملك بوسركاف. أول عامل معانا وده أقوى عامل إن منطقة المجمع الجنائزي الخاص بالملك بوسركاف والخاص بالملك ساحورع كانت قريبة جدا من بحيرة أبو صير، وده اللي خلى الوصول للمجمع الجنائزي الخاص بالملك والمصلى الجنائزي الخاص بالملك امر سهل جدا. تاني عامل معانا وهو برضو ان مقر الحكومه في الوقت ده ومقر قصر الملك ساحورع كان موجود في منطقه منف،
منطقة منف كانت قريبة جدا من بحيرة أبو صير، وبغض النظر عن بناء الملك أوسر كاف مقبرته في منطقة أبو صير، إلا إن العمل ده سجل ولادة جبارة أبو صير اللي فضلت مستخدمة حوالي 2000 سنة في عصور مصر القديمة المتأخرة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هكمل كلامي معاكم عن هرم الملك ساح وراح، وهتلاقوا لينك الفيسبوك والتيك توك والقناة التانية بتاعتي تحت في الديسكربشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.